عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي الأعزاء، طلاب وطالبات المرحلة الثانوية للتعليم الفني، معكم سوف نقوم بتدريس مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي، وسيكون درسنا اليوم هو أحد دروس الأدب، وهو العصر العباسي، ونموذج من نماذج هذا العصر وهو نص وصف صديق. نص وصف صديق هو نموذج تطبيقي لهذا العصر الأدبي اللي هو العصر العباسي. قبل ما نبدأ بناتي وأبنائي الأعزاء، تعالوا نشوف يعني كلمة عصر أدبي. كلمة عصر أدبي يعني فترة زمنية من الفترات التي نتناول فيها شكل الحياة الاجتماعية وشكل الحياة الدينية والسياسية والاقتصادية، وأثر هذه الحياة على الحياة الأدبية من شعر ونثر. فالعصر العباسي أبنائي الأعزاء نسب إلى الدولة العباسية. الدولة العباسية هي أحد الدول التي قامت في الفترة الزمنية التي تلت الدولة الأموية، وكان هذه الدولة العباسية أثر في الأدب. فهنتناول دلوقتي شكل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في هذه الفترة، وهذه الحياة المختلفة على العصر أو على الحياة الأدبية. لو بصينا أبناء الأعزاء هنعرف أن الحياة في الفترة الأموية كانت الخلافة موجودة، ونتيجة قيام ثورة أبو مسلم الخراساني سنة 132 هجرية، قيام الدولة العباسية، أدى هذا الأمر إلى نقل مقر الحكم والخلافة إلى بغداد. وكان سبب نقل مقر الحكم من دمشق إلى بغداد هو أن الفرس أو الدولة الفارسية كانت مساندة للدولة العباسية في القيام، وكان نتيجة لذلك أن قررت الدولة العباسية أن يكون مقر حكمها بجوار الدولة الفارسية المساندة لها. فكان لنقل الخلافة من دمشق إلى بغداد أثر عظيم ونتائج مترتبة على هذا النقل. لو بصينا أبنائي هنلاقي أن العصر العباسي كما عرفنا هو كان نتيجة لقيام الدولة العباسية سنة 132 هجرية، بعد نجاح ثورة أبي مسلم الخراساني ضد الأمويين، ونتيجة نتيجة لقيام الدولة العباسية نقلت الخلافة إلى بغداد بالعراق. وهناك النتائج هذه ترتبت على نقل الخلافة من دمشق إلى بغداد. هذه النتائج هي: واحد، تأثر العباسيون تأثر كبير بالفارسيين والفرس في حياة البزخ وحياة الطرف، ونتيجة لهذا التأثر تغيرت أنماط الأكل والشرب والأطعمة والملابس عند العرب. فتأثر العباسيون بهذه الحضارة الفارسية، وكان نتيجة هذا التأثر أن تم بناء القصور في الدولة العباسية على النمط الفارسي، بالإضافة إلى تقليد العباسيون للفرس في كل شيء، في الأطعمة وفي الأشربة وفي الملابس. وكذلك كان من النتائج التي ترتبت على نقل الخلافة من دمشق إلى بغداد أن انتشرت الديانات الفارسية، أو مش ديانات، هي مذاهب كفر وإلحاد وزندقة في المجتمع العربي. ومن هذه الديانات أو المذاهب الكفر والإلحاد المذاهب الزرادشتية والمانوية والمزدكية. هذه الديانات أو المذاهب انتشرت بين العرب، وكان لانتشار هذه المذاهب بين العرب أثر عظيم، حيث بدأ العرب في وجود مذهب الزهد
التنسك لمواجهة حركات الكفر والإلحاد التي ظهرت في هذا العصر. يبقى عندنا من النتائج التي ترتبت على نقل الخلافة: واحد، التأثر بالفرس في بناء القصور، في الأطعمة، في الأشربة، في الملابس، وكان كذلك انتشار بعض من المذاهب والديانات المختلفة مثل الزرادشتية والمانوية والمزدكية، بالإضافة لانتشار اللهو والمجون والخلاعة في المجتمع العربي العباسي في ذلك الوقت. طبعا انتشار ظاهرة الزهد والتنسك والوعظ والتصوف كان مواجه لحركات الزندقة التي ظهرت في العصر أو في المجتمع العباسي أو الإسلامي في ذلك الوقت، لأن كان هذه الحركات اللي هي الزندقة موجودة، فلازم نواجه هذه الحركات بنوع من ظاهرة زهد وتنسك ووعظ. وكان لذلك النقل نتاج منها اختلاط العرب بالثقافات الوافدة من غير العرب. من اختلاط العرب بالثقافات الوافدة من غير العرب كان هناك بعضا من النتائج. نتيجة اختلاط العرب بالثقافات الأخرى المختلفة الوافدة أن بدأ العرب في هضم ومعرفة ودراسة هذه الثقافات، وقاموا بترجمة العديد من الكتب إلى اللغة العربية للاستفادة منها، بالإضافة إلى ظهور مبدأ وهو الجدال بين العرب وأصحاب الملل الدينية المختلفة، وهذا الأمر أدى إلى ظهور علم الكلام الذي تزعم هذا العلم هم المعتزلة لكي يردون على أصحاب الملل المختلفة الأخرى. ونتيجة هذا الأمر هو أن ظهر المعتزلة في شكل الحياة الأدبية في العصر العباسي. بالإضافة أبنائي إلى أن ازدهرت الثقافة في ذلك الوقت للثقافة الدينية، فكان نتيجة ازدهار الثقافة الدينية أن بدأ تفسير القرآن الكريم، وبدأ جمع الأحاديث النبوية الشريفة. الأحاديث النبوية الشريفة جمعت ونشأ مذاهب الفقه الأربعة الموجودة عندنا في الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى ازدهار العلوم اللغوية بمذاهب مختلفة مثل مذهبي الكوفيين والبصريين في الدراسات النحوية المتعددة. يبقى عندنا كان نتيجة نقل الخلافة من دمشق إلى بغداد نتائج، وكان نتيجة اختلاط العرب بالثقافات الوافدة أو اختلاط الثقافة العربية بالثقافات الوافدة نتائج أخرى. وتعلمنا هذه النتائج من نقل الخلافة ومن اختلاط الثقافة العربية بالثقافات الأخرى. تعالوا أبنائي الأعزاء نشوف سمات الأدب في العصر العباسي. الأدب طبعا أبنائي الأعزاء يعني بنتكلم عن الشعر والنثر. أول ما نذكر كلمة أدب يعني شعرا ونثرا. لو بصينا أبنائي الأعزاء هنلاقي إن سمات الأدب في العصر العباسي كانت متعددة. من هذه السمات هي اتجاه الألفاظ إلى السهولة واتجاه المعاني للعمق، يعني ألفاظ أصبحت سهلة بس المعاني عميقة في الفهم، بالإضافة إلى الاتجاه إلى الخيال للتعقيد. يعني الخيال في أول الأمر كان خيالا سهلا بسيطا، ولكن الخيال في العصر العباسي أصبح خيالا معقدا بعد أن كان خيالا بسيطا واضحا، بالإضافة أن مال شعراء العصر العباسي إلى الصنعة ونحو جانب العاطفة، يعني تركوا العاطفة واتجهوا إلى الصنعة في الشعر. كذلك من سمات الأدب في العصر العباسي أبنائي هو تطور الأغراض الشعرية القديمة. هناك كانت أغراض ونعلم من صف الأول الثانوي أن كان هناك أغراض في الشعر مثل المدح والهجاء ورثاء
والاعتزار. هذه الأغراض كانت موجودة في العصر العباسي ولكنها تطورت في هذا العصر، بالإضافة إلى استحداث موضوعات شعرية جديدة زي وصف الدور الديار ووصف القصور ووصف الحدائق ومجالس اللهو والأطعمة والأشربة، لأنهم تأثروا كما قلنا نتيجة نقل الخلافة بالفرس، فكان نتيجة لهذا الأمر أن بدأ الشعر يظهر فيه هذا التأثر من خلال وصف الديار ووصف القصور والحدائق ومجالس اللهو. وانتشر غرض الوصف انتشار واسع في العصر العباسي نتيجة تأثرهم بالدولة الفارسية التي كانت مجاورة للدولة الإسلامية في ذلك الوقت. بالإضافة لذلك أبنائي هنشوف نص من نصوص هذا العصر، وهو نص وصف صديق. نص وصف صديق ده أحد نصوص العصر العباسي لكاتب وأديب من أدباء هذا العصر، هو عبد الله ابن المقفع. لو بصينا أبنائي لنص وصف صديق هنلاقي أن نص وصف صديق أبنائي بيتكلم فيه الكاتب عبد الله ابن المقفع عن الصديق ومكانة هذا الصديق. فعبد الله بن المقفع اعتبر أن الصديق له مكانة كبرى في حياتنا، فالصديق مرآة لصديقه، ولذلك وجب علينا أن نتأنى قبل أن نختار الصديق. وعندنا أبنائي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي حضت على حسن اختيار الصديق، وأن الصديق شكل أو مرآة لصديقه، حيث قال النبي: المرء على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخال، أي الإنسان على مذهب صاحبه وعلى صفات صاحبه. فيجب علينا أن نحسن اختيار الصديق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: مثل الصديق الصالح والصديق السوء كان كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تشم منه رائحة طيبة، وحامل ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة خبيثة. كذلك الأمر بالنسبة للصديق الصالح، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصديق الصالح بحامل المسك في أنه يفيد صاحبه إما برائحة طيبة أو أنه يشتري منه، والصديق السوء بنافخ الكير أي الحداد الذي يشتغل في صنعة الحدادة، إما إذا جلست بجانبه أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة خبيثة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. فالصديق هو مرآة لصديقه، فيجب على الإنسان أن يتأنى في اختيار الصديق ويدقق في اختيار الصديق. ولذلك الصديق الحق هو الذي يظهر عيوب صديقه ليتجنبها ويذكر له محاسنه ليثبت هذه المحاسن ويقوم بتنميتها. طبعا نص وصف صديق أبنائي، هذا النص من كتاب الأدب الكبير، وكتاب الأدب الكبير هو أحد آثار عبد الله بن المقفع التي تركها لنا، حيث ترك لنا عبد الله بن المقفع كثير من الأدب، كتابي الأدب الكبير والأدب الصغير، وترك لنا الترجمة الكاملة لكتاب كليلة ودمنة من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية. هنشوف أبنائي دلوقتي معانا كاتب هذا النص، وهنشوف مين هو بالضبط ونتعرف عليه. كاتب النص أبنائي الأعزاء هو عبد الله بن المقفع. عبد الله بن المقفع أصله فارسي من بلاد فارس، وطبعا ده نتيجة للتأثر طبعا زي ما قلنا بنقل الخلافة من دمشق إلى بغداد. فعبد الله بن المقفع أبنائي الأعزاء هو من أصل فارسي، ولد سنة 106
هجرية، وكان اسمه قبل إسلامه روزبة، ولما أسلم تسمى بعبد الله. كانت كنيته عبد الله بن المقفع أبي محمد، كني بأبي محمد، وحاضر أي عاش فترتي الخلافة الأموية والخلافة العباسية. من الكتب كما قلنا أبناء الأعزاء التي تركها لنا الكاتب عبد الله بن المقفع كتابي الأدب الصغير والأدب الكبير، ومن أعماله أيضا مقدمة كتاب كليلة ودمنة، والتي قام بنقلها من أو ترجمة هذا الكتاب من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية. ده أبناء الأعزاء كاتب هذا النص اللي هو عبد الله ابن المقفع. تعالوا نشوف أبناء الأعزاء هذا النص الذي هو من كتاب الأدب الكبير، كيف تناول عبد الله بن المقفع صفات الصديق، وكيف وضح لنا أن الصديق لابد أن نكون في هناك دقة في اختيار الصديق واختيار الصاحب، ولابد من التأني، لأن الصديق أبناء الأعزاء والصاحب أبناء الأعزاء، الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إما يسحب صديقه أو صاحبه إلى الخير أو أن يسحبه إلى الشر. وكم من الأمثلة التي تتضح لنا في الحياة وكان أثرها سواء كان خير أو شر، كان أثرها الصاحب على صاحبه. هنشوف النص أبناء الأعزاء ونشوف عبد الله بن المقفع كيف تناول وصف صديقه. يقول عبد الله بن المقفع: إني مخبرك عن صاحب كان أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما أعظمه عندي صغر الدنيا في عيني، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد. تاني أبناء الأعزاء، دي الفقرة الأولى، سوف نقوم بدراسة النص على فقرات مختلفة، كل فقرة سنتناول فيها المعاني والأفكار ومظهر الجمال التي ستكون موجودة في هذه الفقرة. هذه الفقرة الأولى يقول فيها عبد الله بن المقفع: إني مخبرك عن صاحب كان أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما أعظمه عندي صغر الدنيا في عينه، فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا وجد. لو بصينا أبناء الأعزاء لهذا النص أو هذه الفقرة، هنشوف كلمة مخبرك أي أعرفك أو معرفك عن صاحب. الصاحب هنا المقصود به المرافق، وجمع كلمة صاحب أصحاب وصحاب وصحبة. كلمة رأس هو الجزء العلوي من البدن، وجمع كلمة رأس رؤوس. الدنيا هي الحياة الحاضرة التي نعيشها، وعكس الدنيا الآخرة. يشتهي أو يتشهى أي يحب، وعكسها ومضادها يكره. ده المعاني اللي توجدت في هذا وهذه الفقرة اللي تناولناها أبنائي. عايز يقول لنا عبد الله بن المقفع أنه هيحدثنا عن صاحب، هذا الصاحب من أصدقائه، وهذا الصديق الذي يحدثنا عنه كان أعظم شيء عنده أن الدنيا لا تساوي شيئا عند هذا الصاحب، أي الدنيا ليس لها قيمة، ولا يشتهي منها شيء لا يجده، ولا يشتهي منها شيء يجده ويكثر منه. يعني لو بصينا أبناء الأعزاء يوضح لنا بعض من الصفات التي وضحها في هذه الفقرة لصديقه، أن هذا الصديق لا يطلب شيء غير موجود، وإذا وجد هذا الشيء لا يكثر منه. فلو بصينا للفقرة دي من خلال بعض الأسئلة، هنتناول شرح هذه الفقرة ونوضحها تفصيلا. هنشوف بعض الأسئلة التي وردت تمام أو وضحناها على هذه الفقرة، لنقوم بتوضيح ما يريده عبد الله بن المقفع. لما نقول ضع عنوانا لهذه الفقرة،
لو بصينا لفقرة يا ابنائي هنلاقيها بتتكلم عن المكانة الرفيعة التي احتلها الصديق المثالي في قلب صديقي، يعني الصديق المثالي اللي هو في نظر عبد الله بن المقفع، تمام؟ صفاته العظيمة خلت لي مكانة عظيمة عند صديقه، فهنا مكانة الصديق التي احتلها في قلب صديقه. عمن يتحدث الكاتب؟ عمن يتحدث الكاتب في هذا النص؟ يتحدث الكاتب في هذا النص عن صديقه. كيف كان الصاحب في نظر الكاتب؟ كيف كان الصاحب أو الصديق في نظر الكاتب، أي في نظر عبد الله بن المقفع؟ كان أعظم الناس في عينه، أي كان يعظمه تعظيما كبيرا. والسبب هناك أسباب هنشوفها من خلال هذه الفقرة، من خلال الأسئلة أو الفقرات التالية. في سؤال تاني أبنائي ممكن يجي بصيغتين. الصيغة الأولى، ما الذي جعل الصاحب عظيما في نظر الكاتب؟ أو ممكن يجي بصيغة تانية أو بشكل تاني، ما سر عظمة الصديق في عين الكاتب؟ يعني لما نقول سر عظمة الصديق في عين الكاتب، هي نفسها اللي خلت صاحب عظيم في نظر الكاتب. لو بصينا أبنائي هنلاقي إجابة السؤال ده سبب منزلة الصاحب في نظر الكاتب هو استصغاره للدنيا، يعني الدنيا بالنسبة له لا تساوي شيء، وزهده فيها وهو زاهد فيها لا يطلب منها شيء، وكأنه متأثر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحببك الناس. ده قول النبي يا ابنائي، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحببك الناس. في سؤال تاني أبنائي الأعزاء، ما مكانة الصديق في عين الكاتب ولماذا؟ طبعا مكانة الصديق في عين الكاتب أنه كان يعظم الكاتب صديقه تعظيما كبيرا، حيث كان من أعظم الناس في عيني لزهده في الدنيا. ده السبب أبنائي، لأن قلنا الأسباب قبل ذلك، المعاني واحدة ولكن تأتي الأسئلة بصور مختلفة ولكنها نفس الإجابات. كان من أعظم الناس في عيني لزهده في الدنيا واستصغاره للدنيا ولا يطلب منها شيء. تعال نشوف سؤال آخر أبنائي، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد. لو حللنا العبارة دي أبنائي هنلاقي أن الكاتب بيميز صاحبه ويصف صاحبه بأنه قانع، عنده قناعة، القناعة في الرضا بالطعام الموجود الذي يأكله، فلا يطلب غير ما هو موجود، وحتى الموجود منه لا يكثر منه. فيتميز الصاحب كما وضحه عبد الله بن المقفع بأنه يرضى بالقليل، يتصف بالقناعة، ووصف هذا الأمر أو شرح هذا الأمر أنه يرضى بالطعام الموجود ليأكله، سواء كان هذا الطعام موجود، وإن هذا الطعام كان موجودا لا يكثر منه، فالقليل يأكله ليسد جوعه ولا يتكبر على النعمة. دي الجزئية أبنائي في الفقرة الأولى، يعني لو بصينا أن عبد الله بن المقفع في هذه الفقرة يتناول الصاحب والصديق ويوضح ويبين لنا مكانة الصديق العظيمة، حيث أن هذا الصديق أعظم الناس في عيني لأسباب أنه واحد الدنيا بالنسبة له ليس لها قيمة وهو زاهد فيها، يعني أول صفة من صفات هذا الصديق الزهد، فهو زاهد في الدنيا. تاني حاجة وتاني صفة من هذه الصفات كما بينها لنا هي القناعة، حيث أنه
لا يطلب شيئا غير موجود، حتى إذا وجد هذا الشيء لا يكثر منه. لو بصينا المزار جمال أبناء في هذه الفقرة لي إني مخبرك عن صاحب، إني بدأت العبارة بإني، وإن عارفين أبنائي حرف توكيد، فهنا الأسلوب كله يعتبر أسلوب مؤكد بإن. طبعا الأسلوب بيوضح ويأكد على شيء، بيأكد عبد الله بن مقفع إن هيخبر عن صاحب وعن صديق، كل هذه الصفات اللي هيخبرنا بها بعد ذلك هذه الصفات وجدت في صديقه. أعظم الناس في عيني، أسلوب خبري بيخبر به عبد الله بن المقفع عن حقيقة. إيه هي الحقيقة اللي عايز يوضحها عبد الله بن المقفع في هذه الجزئية أبنائي؟ هي مكانة الصديق عنده، حيث أنها مكانة عظيمة وحقيقة ثابتة. يبقى أعظم الناس في عيني أسلوب خبري يفيد التقرير، بيقر حقيقة عبد الله بن المقفع وهي مكانة الصديق عنده. كان رأس ما أعظمه عندي صغر الدنيا في عينه. الجزئية دي أبنائي كناية، والكناية قمنا بدراستها في الصف الأول، سنقوم بتوضيح الكناية سريعا لكي نعرف معنى كلمة كناية. الكناية أبنائي هي لون من الألوان البيانية نأتي بها لكي نوضح شيء. الكناية معناها الاتيان باللفظ ولكن دون قصد هذا اللفظ، ولكن المقصود هو المعنى الذي وراءه. يعني لو بصينا أبنائي هنلاقي الكناية التي وجدت في هذا في هذه العبارة، كان رأس ما أعظمه عندي صغر الدنيا في عينيه. صغر الدنيا في عينيه أي كناية عن زهدي في هذه الدنيا. الكناية هنا عن صفة وهي زهده في هذه الدنيا. وسر جمال الكناية أبنائي هو الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل. المعنى هنا أبنائي هو زهده في الدنيا، والدليل على ذلك أن الدنيا بالنسبة له صغيرة لا تساوي شيء. ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى الفقرة أخرى وهي الفقرة الثانية في هذا النص. تعالوا نشوف ماذا يخبر أو يكمل عبد الله بن المقفع الصفات التي وجدت في صديقه وصاحبه. وكان خارجا من سلطان لسانه فلا يقول ما لم يعلم ولا ينازع فيما يعلم. وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة. وكان أكثر دهره صامتا فإذا نطق فاق الناطقين. نقرأ الفقرة تانية أبنائي الأعزاء ونتناول الفقرة مفردات ومزار جمال وشرح. وكان خارجا من سلطان لسانه فلا يقول ما لم يعلم ولا ينازع فيما يعلم. وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة. وكان أكثر دهره صامتا فإذا نطق فاق الناطقين. تعالوا نشوف أبنائي بعض المفردات التي وردت في هذه الفقرة. خارجا من سلطان لسانه أي عاصيا، أي لا يطيع نفوذ وسيطرة اللسان، أي كان يتحكم في لسانه فلا يطلق لسانه إلا بما يعلم ويعرف. اللسان أبنائي تمام يورد صاحبه موارد الهلاك، يورد صاحبه موارد الهلاك، بدليل عندما جاء أحد الصحابة يسأل النبي ويقول له يا رسول الله هل نحن محاسبون بما نتحدث؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك يا معاذ. معاذ بن جبل أبناء الأعزاء أحد الصحابة، ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. فاللسان يورد صاحبه إما موارد الهلاك أو موارد النجاة.
ولذلك وصف لنا عبد الله بن المقفع الصديق في هذه الفقرة بأنه يتحكم في لسانه، يستطيع أن يسيطر عليه، لا يطلق لسانه إلا بما يعلم، ولا يجعل لسانه يتحكم فيه. لا ينازع أي لا يجادل، خارجا من سلطان الجهالة المقصود عاصيا، لا يطيع نفوذ وسيطرة الجهالة. الجهالة أبنائي بمعنى السفه والحمق، السفه والحمق. فهذا الصديق كان خارجا عن السيطرة والسفه والحمق، كان يستطيع أن يتصرف بعقلانية، يبعد عن كل إفك وكل باطل وكل بهتان وكل ضلال. كلمة لا يقدم إلا ثقة أي حجة وسند وعماد. كلمة فاق أي امتاز. أتى لنا عبد الله بن المقفع في هذه الفقرة بمجموعة من الصفات عن الصديق والصاحب. لو صفات دي أبناء الأعزاء نشوفها من خلال بعض الأسئلة على هذه الفقرة. لما نقول طبعا كعادة الفقرات عايزين نحط لكل فقرة ونضع لها عنوان، ضع عنوانا لهذه الفقرة. طبعا العنوان هو الصفات التي تحلى بها الصديق ورفعت مكانته عند صديقي. يبقى العنوان أبناء الأعزاء هو الصفات التي تحلى بها الصديق ورفعت مكانته عند صديقه. سؤال آخر أبنائي، كان خارجا من سلطان لسانه. حلل العبارة السابقة، اشرح العبارة السابقة، وضح العبارة السابقة. كل هذا هو توضيح لهذه الفقرة. يقصد الكاتب من هذه الفقرة أو هذه العبارة أنه يتحكم في لسانه، فلا يتفوه ولا يتكلم إلا بما يعلم، ولا يتحدث ولا يتكلم إلا بالمفيد. فصديقه وصاحبه يتصف بالحكمة والتريث والعقل. يبقى دي أبنائي أول صفة، صديقه يتصف بالحكمة بدليل أنه لا يجعل لسانه يتحكم فيه، فهو الذي يسيطر على لسانه ويتحكم فيه. فلا يقول ما لا يعلم ولا ينازع فيما يعلم. اشرح هذه العبارة. هذه العبارة توضح لنا تكملة للصفة التي ذكرناها الآن. فهو يتحكم ويسيطر على لسانه، فهو قليل الكلام، لا يتكلم إلا فيما يعلمه، ولا يجادل إلا تمام إذا وجد أن الكلام يحتاج لذلك، فإن لم يجد لا يجادل، فإنه لا يتكلم إلا لضرورة قصوى احتاج لها الأمر والحديث. أبنائي تكملة صفة الحكمة هي هذا الأمر، فهو مسيطر على لسانه بدليل أنه قليل الكلام، لا يتكلم إلا فيما يعلمه، ولا يجادل لأنه لا يتكلم إلا للضرورة. سؤال آخر أبنائي، صف الصديق في حال الصمت والنطق. الصديق في حال الصمت والنطق هو حكيم متريث، صامتا في الكلام الذي لا يعنيه، ولم يطلب للحديث فيه، لم يطلب للحديث فيه إلا إذا تحدث، فإذا تحدث أفحم الخصوم ونفع الناس لكثرة علمه وحكمه. يبقى أبناء الفقرة دي بتتحدث في الصفات أو تكملة الصفات، فهو إنسان حكيم يسيطر على لسانه ولا يتكلم إلا لضرورة، وإنسان يتصف بالحكمة والتريث حتى في حال الصمت وحال النطق، فلا ينطق إلا بما يفيد، وإذا نطق فاق الناطقين وتفوق عليهم. بكده أبنائي نكون وضحنا بعض من الصفات التي أراد عبد الله بن المقفع أن يوضحها في صديقه،
ولنا تكملة إن شاء الله في حلقة أخرى لتكملة صفات عبد الله ابن المقفع لصفات صديقه ومظاهر الجمال المختلفة. إلى حلقة أخرى نلتقي، مع أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.